هاتف مباشرة من عدن ينضم لنا السيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية. أستاذ غمدان أهلا بك معنا. فيما يخص ما يجري على الأرض نسمع عن كما ذكر الخبر السابق عن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في غربي تعز، يعني ماذا جرى بالتحديد إلى الآن؟ هل هناك من تقدم تم إحرازه ومن تراجع طبعا للميليشيات والإنقلابيين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الحمد لله جيشنا الوطني ومقاومته الشعبية الباسلة تواصل تقدمها في محافظة تعز وكذلك في نهم جهة صنعاء. الانتصارات تتوالى وجيشنا الوطني يحرز انتصارات كبيرة. محافظة تعز اليوم 85% من هذه المحافظة باتت محررة وجيشنا يتقدم نحو الجهة الشرقية منها وكذلك الجهة الشمالية لتحريرها بالكامل. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيظلون متواصلين في هذه التقدم حتى تحرير محافظة تعز التي عانت الحصار وعانت القمع وعانت الويل والتعذيب لأبنائها. هناك حسم عسكري من جميع الجهات كذلك من جبهة نهم التي تواصل كذلك التقدم نحو العاصمة صنعاء وكذلك بعد التعنت الواضح وعدم قبول ميليشيات الانقلاب بأي مبادرة للحل وعدم رضوخهم للسلام. لذلك كنا حريصين كل الحرص على إحلال السلام وتحقيقه سلما ولكن هذه الميليشيات إلى يومنا هذا ترفض ذلك. هم يرفضون حتى عودة المبعوث الأممي إلى صنعاء ورفضون كذلك خطة الأمم المتحدة نحو الحديدة رغم أننا قبلناها. لذلك كان الحسم العسكري والمواصلات هو الأمر الوحيد الذي لجأت إليه الحكومة الشرعية مع مسودة قوات التحالف العربي. نعم، طيب ممارسات الميليشيات وممارسات الإنقلابيين، يعني ما بين قبل فترة قليلة كنا نتحدث عن أخذهم للمساعدات الإنسانية وربما عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بسببهم لأنهم يسرقون وينهبون هذه المساعدات. الآن نسمع عن اختطاف 1500 شخص بالتحديد منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو حتى الشهر الماضي. ما المعلومات لديك عن هذه الحوادث، حوادث الخطف، ومن يختطفون، لماذا يقومون بذلك، وهل ربما من إجراءات تتبع ذلك مثل طلب فدية أو ما إلى ذلك؟ للأسف الشديد ميليشيات الانقلاب توسعت في ذلك حتى شملت الصرافين. هي قيضت عملها حتى على الصرافين المواطنين الذين يستلمون حوالات من خارج المملكة العربية السعودية من المغتربين أبنائهم وكذلك الحوالات التي تأتيهم من أشقائهم المغتربين خارجيا وفرضت عليهم قيود بحيث تستفسر عن هذه الحوالات، بل لجأت إلى أنها اعتبرتها تعاونا ضمن ما يسمونه العدوان. هنا التطور الخطير لتقوده هذه الميليشيات ضد الشعب اليمني. هي اليوم تفرض حصارا على أبنائنا في المحافظات التي تحت سيطرتهم، هي تجمع كل من يناقضهم الدولة والرأي. هذا التطور الخطير اليوم وصلتنا معلومات أن هذه الميليشيات قيمت أمورها على محلات الصرافة وكذلك ألقت القبض على عدد من الذين استلموا حوالات من أهاليهم ومن أبنائهم في الخارج. لذلك هناك توثيق من حقوق الانسان كذلك في تعز وفي ذمان. اما بالنسبه عن الحديده اكبر مثال هي ميناء. نعم سيد غمدان. هي اكبر ميناء داخل الجمهوريه اليمنيه، الحديده توجد فيها المجاعه، الحديده توجد فيها الامراض، الحديده يوجد فيها الوباء، كذلك صنعاء، كل المحافظات التي تحت سيطره الانقلابيين توجد فيها هذه المجاعه ورغم اننا في المحافظات التي تحصد الشهيد نرسل لهم الغذاء، نرسل لهم المساعدات، موانينا مفتوحه اليهم، ولكن للاسف الشديد هذه كل المساعدات تسخر الى صالح. نعم استاذ غمدان كما يسموني. شكرا لك غمدان الشريف، اشكرك واعتذر المقاطعه. السكرتير الصحفي لرئاسه الوزراء اليمنيه كنت معنا عبر الهاتف من عدن.